بن تامر بدوي علشان يكلمنا في الكارثه اللي حصلت امبارح. امبارح ريال مدريد بيلعب برشلونه، وانا متاكد انه ريال مدريد هيتغلب. ما هو في اسوأ حالاته قوم ايه نتغلب 2-0. مساء الفل يا تامر، ومشرفني ومنور حبيبي يا هيما. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورت. وحشني جدا. وانت كمان وحشني جدا جدا. استلقى وعدك بركات بره، ناويلك. ده حاجه ما يعلم بالله ربنا. هو مدريد، هو مدريد كمان. ما انا عارف. انا برشلوني، وبعدين انا اصلا عامل نفسي ميت من امبارح، لولا البرنامج كان زماني ما جيتش. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ليه برشلونه اتغلب امبارح 2-0؟ لانه ما خلصش المباراه في الشوط الاول. من وجهه نظري الشخصيه كل الفرص اتيحت لبرشلونه، اهدروا كل الفرص في الشوط الثاني، افرطوا في الهجوم بزياده. ده جه على حساب التركيز في النواحي الدفاعيه. ريال مدريد من اقل الفرص خلص المباراه في تاني شوط. لك ان تتخيل ان الهدف الثاني اساسه اصلا رميه تماس اتلعبت في ظهر أومتيتي، على طول بقت الهدف الثاني اللي قتل المباراه في الثواني الاخيره. فوجهه نظري ان برشلونه دفع ثمن عدم انهاء المباراه في الشوط الاول. مجهز لنا ايه؟ باختصار شديد جدا عاوز اقول ايه الاخطاء، كل فريق اشتغل على ايه، وبالتحديد عاوز اتكلم على ريال مدريد. ليه ريال مدريد كسب؟ زي ما قلت لك دفع ثمن برشلونه في عدم انهائه للشوط الاول، لان في الشوط الاول من وجهه نظري ابراهيم زين الدين زيدان اخذ ريسك عالي جدا جدا جدا. علشان ياخد الريسك العالي ده ما ينفعش الاسلوب اللي انت هتتبعه او الاستراتيجي اللي انت هتلعب بيها ما تخرش الميه، الغلطه فيها زي ما بنقول هتدفع ثمنها قدام فرقه بتجيد التمريرات الضيقه، وبعدين عمل تمريره مفاجاه في ظهر المدافعين. في الاول بس عشان نوضح ان ده ريال مدريد وبالتالي طبعا ده ايه؟ ده برشلونه. طبعا تشكيل برشلونه هاتوا عندي. طبعا برشلونه بيلعبوا 4-3، تسميها 3 ماشي. لما بيخسروا الكوره فيدال بيرجع كوينجر ناحيه اليمين، وبيفرد الملعب ارتور كوينجر ناحيه الشمال وبيضم بوسكيتس جنب ديونج، وبتبقى بتتحول الطريقه ل 4-4-2. ريال مدريد مش فارقه قوي اسلوب الطريقه، سمي الطريقه زي ما تسميها، لان اسكو كان في بعض الاحيان بيضم كلاعب بيلعب رقم 10 تاني. صحيح. ولما كانوا بيبداوا الهجمه من ناحيه جوردي البا كان اول واحد نظرا لان سنه صغير ومعدل الجري عنده مش طبيعي، فالفيردي، وبيدخل اسكو هو اللي جنب توني كروس، وراهم ليبرو نص الملعب كاسيميرو. الوجهه نظري الريسك العالي اللي اخده قوي زين الدين زيدان وهو الدفاع المتقدم ابراهيم، اللي كان كل خطوط ريال مدريد مقربة اللعبة قوي وظهرهم بلغة الكورة عريان. الأول خليني أشرح لك ده نظري، وبعدين هنشوفه عملي في الصور سريعا. أولا عشان تلعب بالمنظر ده إبراهيم وظهرك في المساحة دي كله، فلنفترض لا لا النهاية تلون كل ده ظهرك فاضي تعمل لك مشكله. ليه؟ لان في السببين اللي عملوا لك مشاكل السببين موجودين عند برشلونه. فرقه بتجيد عمل تمريرات سريعه ضيقه، ومره واحده تفاجئك بتمريره في ظهر المدافعين، وعندها السبب الثاني السرعات اللي تاهلها على كده، وكمان لعيبه برشلونه عندهم ذكاء كبير جدا، مره واحده يسحبك او يفتح الخطوط ما بين السنتر باكين او ما بين الفول باك والسنتر باك، وفي مرة واحدة بيكون بيجري، مع العلم ان اللي بيجري دايما يا ابراهيم بوشه بيكون اسرع من المدافع اللي لسه هيعمل ترن ويجريك في سرعته. برشلونة عنده السرعات دي. سريعا ظهر ريال مدريد كان باستمرار في الشوط الاول مضروب كويس. ليه؟ لان لسببين. اول سبب عدم التمركز. انت كل ده بتوضح للناس قد ايه انه ريال مدريد عنده مشكلة في الشوط الاول. تداركها في الشوط الثاني، ورغم كده وهوري لك الفرق. مظبوط. التحول ده مظبوط. في الشوط الاول ارتكب خطأين، الخطا الاول سوء التمركز وعدم الربط ما بين المدافعين، وهوريها لك في اكتر من صوره. السبب الثاني ان انت سايب برشلونه يعمل التمريرات، ومره واحده يحط التمريره في ظهر المدافعين. طب انت بتلعب دفاع متقدم، يبقى لازم تحرم المنافس بتاعك ان هو يعمل التمريره في ظهرك. فما كانش في ضغط على لاعبي برشلونه في الشوط الاول، والعكس تماما حصل تاني شوط. لعبت اتاخرت شويه خطوتين ثلاثه للمدافعين، حافظت نوعا ما على الدفاع المتقدم، بس الفرق بقى في الشوط الثاني ان بدات تضغط على لاعبي برشلونه عشان تحرمهم من عمل التمريرات اللي في ظهر المدافعين. لو الاخراج جاهز بالحالات اللي احنا اخترناها،
الحالات كلها يا ابراهيم بتوضح الفرق ما بين الشوط الاول والشوط الثاني. الشوط الاول ظهر ودفاع ريال مدريد. صحيح. طيب قول الكلاسيكو ده اللي بيتابعه العالم كله، العالم كله بتفاصيله، الساعه 10 بالدقيقه كان بيتفرج على اللقاء ده. هقف معاك عند حالات مهمه جدا لان هي اثارت جدل كبير جدا، خليك جاهز. يلا بينا. اتفضل. زي ما اتكلمنا الحالات اللي انا جبتها لك في الشوط الاول، الفرق بين الشوط الاول والشوط الثاني، ريال مدريد على طول. بص يا ابراهيم ده في الشوط الاول، اول واحده بص يا ابراهيم. ايوه اي واحده بص. ده الشوط الاول دايما باستمرار، عود نفسك على طول. جريزمان على طول اللي بياخده فاران، وسيرجيو راموس على طول عينه على ميسي. ادي سيرجيو راموس وادي ميسي، ادي فاران وادي جريزمان. اولا قلت لك سوء التمركز وعدم الربط مع بعض. بص مارسيلو فين، وبص راموس فين، وبص فاران فين، وبص كارباخال فين، او ده كمان فالفيردي اللي راجع مع جوردي البا. يعني مارسيلو مغطي التسلل ده، لو انت عاوز تلعب دفاع متقدم يبقى لازم تلعب كلكم مع بعض، لان زي ما قلت الهفوه هتكلفك الكتير. ادي اول حاجه. تاني حاجه ان السنتر باكين سابقين الفول باكس. معلش اخر خطوه هرجع تاني. بص بقى ابدا حط عينك على التمرير. اولا لعيبه برشلونه بتحضر، مفيش اي حد بيضغط عليهم، وبص حط عينك على جريزمان في التحركات دايما اللي ما بين السنتر باكين او دايما ما بين الفول باك والسنتر باك. كويس. جريزمان هيبدا يتحرك لهنا عشان تتلعب له طويله. الصوره اللي بعديها جريزمان بدا يسرق اهو في المسافه اللي ما بين راموس وفاران. صحيح. اللي بعديها لكنها ما كانتش، بص المسافه قد ايه، تتيح للي معاه الكوره ان هو يعمل اللونج بول، ومفيش اي حد من لعيبه ريال مدريد ضاغط عليه. جريزمان جه. كل ده احنا لسه بنتكلم في الشوط الاول. في الشوط الاول يلا ندخل على اللي بعديها. ده في الدقيقه 15. برافو عليك. هنا برضو يا ابراهيم زي ما قلنا راموس مع ميسي، فاران مع جريزمان. برضه هنا لعيبه برشلونه، هنا ارتور هيبدا يستلم الكره اهي. اوكي. الكره اهي، ارتور هيبدا يستلم. الصوره اللي بعديها استلم ارتور. في اللحظه دي كان مارسيلو ماسك مين؟ كان ماسك فيدال. اوكي. ميسي نزل لتحت اخذ معاه مين؟ راموس. فيدال بيبدا يتحرك في المسافه اللي ما بين الفول باك اللي ناحيه الشمال اللي هو مارسيلو، والسنتر باك اللي ناحيه اليمين اللي هو فاران. وهيبتدي يخش في المسافه دي كلها هو بيتحرك فيها. نظرا لنزول راموس لتحت مع ميسي. ايوه. ما كل الحاجات دي ما استغلناهاش ليه؟ ما تخلينيش اخبط دماغي في الفيلم. انا هوريك حاجات غريبه. بص اللي بعديها ارتور حطها تشيب، خلى فيدال روح بقى مواجهه شبه انفراد. روح يا مولانا فيدال. لا اللي تجنني بتاعت ميسي. أيوة. غالبا هي الحاله اللي جايه دي في الدقيقه حوالي 30. الحاله اللي بعديها عشان اثبت لك ان الحاله اتكررت دي، حاله كارثيه بالنسبه لي يا ابراهيم. كارثيه بكل المقاييس. اولا ريال مدريد كل لعيبته في نص ملعب برشلونه. بص فاران مقابل من فين، وبص لعيبه ريال مدريد كلها فين. هتقول لي ان مفيش لعيب من برشلونه عشان يقف في نص الملعب يستناها. حلو قوي. المساحه دي ماهيش مساحه فاضيه، الحكم بس اللي واقف فيها. بس عايز اوضح حاجه. اولا جريزمان ظهره للاوت وفي نص ملعبه. اللي يستدعي ان انت يا فاران تيجي تغطي ظهر فالفيردي. انت المفروض تكون تمركزك مرحل لورا. أيه. هنا. ايوه. ليه؟ لان حتى لو جريزمان اشتغل واحد ضد واحد معاه فالفيردي مش ما ينفعش تقابله لسه من دلوقتي. كويس. طيب ادي اول خداع حصل من برشلونه. جريزمان عمل فنت وانه هيبدا يرجع لورا تاني. حط عينك على ارتور اللي جاي من تحت. ده ارتور. أوكي. عشان بس تركز، هم بيتحركوا في المسافه اللي ما بين راموس وما بين فاران. يلا اللي بعديها. جريزمان عمل فنت وقام خادع عند ارتور اللي بدا يجري في اتجاه الحكم في المسافه نفس اللي دايما المساحه الفاضيه اللي احنا بنتكلم فيها من اول. بص اللي بعديها حط جريزمان خلاه انفراد. خلى ارتور شبه انفراد، مش بل مش شبه. الصوره اللي بعديها انفراد كامل لولا تألق كورتوا. صحيح. دفاع متقدم، طب سايبه يلعب ليه؟ لازم تضغط عليه عشان تمنع الكرة. طيب مع كل الفرص اخر حالة عشان الضيوف. لا مع كل الفرص ديت ليه برشلونة ما سجلش؟ ما انا قلت لك هو دفع ثمن عدم انهاء المباراة في الشوط الاول. طيب. ما تندمش، ما تلومش غير نفسك. صحيح. ما تلومش غير نفسك على بتلاعب ريال مدريد ابراهيم، يعني ممكن من نص هجمة تجيب جول، ممكن مباراة تخلص بجول. صحيح. ده التمركز السيء ابراهيم وعدم الربط اللي انا بقول لك عليه. مارسيلو واعتقد ده كان كاسيميرو. دي الحالة الوحيدة اللي هرب فيها ميسي من سيرجيو راموس. واتجننت ازاي زي دي. فاران مع جيمان، وهنا كاسيميرو هو ده اللي مع ميسي. بص في اللحظه مفيش ضغط على اللي معاه الكوره. صحيح. اللي هو امتيتي السنتر باك اللي بدا يزيد. الصوره اللي بعديها، لا قبل ما نقول الصوره اللي بعديها معلش، عشان بص الفنت اللي هيعمله ميسي. هيتحرك في ظهر مين؟ الفاضيه راموس. هيتحرك في المسافه اللي ما بين مارسيلو وما بين كاسيميرو. ده اللي راموس عفوا.
يلا الصوره اللي بعديها. العب يا عم موتيتي. بدا يجري ميسي عشان يضرب مصيده التسلل في المسافه اللي ما بين مارسيلو وما بين فاران. دي اللي ضيعها ميسي. برافو عليك. اتحطت له تشاب اعتقد من ارتور لان امتيتي سلم ارتور. أيه. مفيش ضغط خالص على ارتور، حطها له تشاب. الصوره اللي بعديها الكره اهي ابراهيم طلعت تشاب في ظهر المدافعين. صحيح. ميسي هتجنن ازاي دي ما يحطهاش جول. امشي الصوره اللي بعديها. هو ايه ده؟ جول. غريبه ازاي؟ صحيح. فما عند يعني فرصه زي دي ما تلومش غير نفسك ان انت مولانا كان ماسك السبحه. مولانا زيدان. زين الدين زيدان. تامر اخر سؤال، انت مدريد اصلا ولا برشلونه؟ لا ما والله ما بعرف اشجع غير بايرن ميونخ للاسف. قعدت ادور في دماغي مش فاكر لك اي حاجه. ما بتفرقش معايا والله. تامر تشرفت في الشوط الثاني. اختلف الوضع لان ريال مدريد بدا يضغط على حامل الكوره لحد ما سجل الهدفين. لحد ما سجل الهدفين. كم انت ممتع يا صديقي العزيز. حبيبي يا ابراهيم. في كل الاوقات وفي كل الحالات ما فيش برنامج يحلى غير يبقى فيه تامر بدوي. انا بس اللي باخد راحتي معاك دايما وفي كيمستري كده دايما ما بيننا. صحيح. حبيبي. النهارده في عدد ثلاثه بس. بص يا ابراهيم. امانه. الحلقه الجايه في ازيد من كده. ان شاء الله. تامر بشكرك شكرا جزيلا. حبيبي يا ابراهيم. انا اللي بشكرك. بشكرك يا تامر. بشكرك شكرا جزيلا.